بمناسبة ان انتي ما تقفريش وانتي بتدلعي، كنت قاعدة في مكان ما و حواليا كم كبير جدا من الترابيزات كلهم ولاد وبنات او ستات ورجالة، مش عارفة ده هل ده يعني انتشار في يعني مش انا مش فاهمة حاجة، او يمكن انا بقيت راجل وانا مش واخدة بالي تحكوش. لقيت ترابيزة ايه هو يكون كده ترابيزة ضيقة اوي المكان ده اوي. ايوه هاي هاي كده. وبعدين وهي بتسلم على الناس اللي هم يعني هي بتحاول، وانا عارفه البنت يعني، وهي سلمت عليها طبعا مش بنفس الطريقه دي. وبعدين في ناس جايين، هاي ايه الاخبار؟ انا مش عايزه. ايه ده انتوا بتعملوا كده ليه؟ انا مش هتكلم بالطريقه دي. بتعملوا كده ليه؟ بعدين تيجي بعد شهرين تقولي ايه؟ نعم لا 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 ما تتكلمش معايا كده، انت مش عارف انا مين يا بابا، هيسيبك وش. وبعدين ترجعي تقولي لي هو سابني ليه؟ ما تمثلوش ما تمثلوش عليهم الرقه. خليكي بطبيعتك، وحتى لو انتي رقيقه. هاي هنام ليه؟ عشان تثبتيه ان انتي انثى؟ عشان تثبتيه ان انتي ست؟ الرقه دي بتيجي في العيون، كلام العيون بيبقى رقيق، الابتسامة بتبقى رقيقة، حلاوتك بتبقى رقيقة، اسلوبك الطبيعي العادي بيبقى رقيق، تون صوتك وانتي بتتكلمي كست كأنثى بتبقي رقيقة، خفة دمك فيها رقة، بلاش هاي انا لأ مش عايزة ثانك يو مش اشرب مش قادرة اصل بطني مغص فظيع. ايه لا لا بلاش تبقوا كده والنبي والنبي، انا شايفه الدفعه كلها حواليا كنت هموت، قمت مسكت المكان اللي انا يعني الكلاوي والكبد والقوانص كلهم ضربوا وانا قاعده. ارجوك الرقه ليها حدود، عشان هتخش معاهم البيت بعد كده هيقول لك انت مين، لانك هتقعدي طول عمرك عشان تقولي هاي، تخشي البيت تقولي ازيك يا حياتي، وبعدين في ملل. لا كوني انتي، كوني نفسك، كوني على طبيعتك، اللي عايز يحبك على كده اهلا وسهلا بيه وهندلعه ونحبه بطريقتنا وباسلوبنا وبتربيتنا وباخلاقنا، اللي مش عايز يا عم ما تمشي، ما في كتير جايين سامعين ها.